some points related to function. في بعض الموضوعات كده تلخيصا كده عن موضوع الايه؟ عن موضوع الفانكشن ناكد عليهم ونشوف. اول نقطه قلنا ان define a function بنبدا بكلمه def، تمام؟ قبل اي اسم فانكشن. كل فانكشن ليها لازم يكون لها اسم ولازم تكون بتنتهي بالبارانثيزس دي. البارانثيزس اللي هي الاقواس دي، حتى لو انت يعني ما استخدمتش اي باراميتر او ارجيومنتس او انبوتس او ايا كانت، مش موجوده برضه تحطها، لازم. تمام؟ طيب انسايد البارانثيزس ديت ممكن نباص باراميترز وممكن تكون اوبشنال، هنتعرف على انواعها يعني، هي ليها انواع مش بس اوبشنال، ليها كذا نوع هنتكلم عليه. بعد كده اخذنا الدوك سترينج ودي بتبقى انسايد الفانكشن ما بين تريبل سنجل كوتس زي ما قلنا، ودي بتستخدم تو جيف ذا انفورميشن اباوت ذا فانكشن، تديك معلومات عن الفانكشن. داخل فانكشن ممكن نستخدم جمله اسمها ريتيرن، دي اسمها ما اتكلمناش عليها. The main name which is optional. خلاص يعني ممكن يسمى كلمة ريتيرن وممكن لا. كلمة ريتيرن ليها قصة. ليها قصة هنتكلم عليها. تمام؟ طيب. وآخر حاجة to call the function، هنكتب اسم الفانكشن نيم وبعد كده نحط إيه؟ البارانثيزس عشان يعمل لها كول يناديها يعني. مفهوم؟ دي كده النقاط اللي إحنا حتى الآن اتكلمنا عليها، لكن تلخيصا يعني النقاط، لكن في برضه بعض الحتت احنا لسه ما اشتغلناش عليها، في بعض الاجزاء لسه زي البارامترز ما اشتغلناش، الريتيرن ما اشتغلناش، صح؟ طيب المثال اللي فات، المثال اللي فات ده كان مجرد من ديفاين فانكشن اشتغل عليها وشفنا تفاصيل شويه يعني. طبعا احنا عملناها من اولها فانكشن معقده شويه، في الغالب احنا بنحب في الاول بس نطبع حاجه كده بسيطه او اي شيء، لكن مفيش مشكله يعني، مفيش مشكله ان شاء الله. طيب هنتكلم على ايه؟ في عندنا حاجه اسمها الريتيرن، في عندنا حاجه اسمها الريتيرن. ممكن يبقى عندي فانكشن بتريتيرن فاليو في الفانكشن، بتطبق احنا في الغالب ما بنحبش نعمل الفانكشنز على بعض، ما بنحبش نعمل الفانكشن على بعض يعني. تعالى بس عشان ما نطولش، انا هعمل فانكشن جديده، هشيل كل الكلام ده، هعمل فانكشن اسمها جنريت راندوم نعم طويل قوي بس ماشي على كده. تمام؟ الفانكشن عايزها رقم عشوائي. طبعا المفترض ان احنا بنعمل هنا امبورت، لان عشان جنريت رقم عشوائي بنمبورت حاجه اسمها راندوم. ماشي؟ بنمبورت فوق حاجه اسمها ايه؟ الراندوم. والراندوم ده برضه باكج نقدر ان احنا نستخدمها، نقدر ان احنا نستخدمها بتطلع لي ارقام عشوائيه، وساعات الارقام العشوائيه دي بتبقى ذات افاده او بنشتغل عليها شغل شويه شغل حلوين يعني. تمام؟ طيب على العموم انا عشان اشغلها انا ممكن اقول راندوم تمام دوت تراند انت، يعني عايز اطلع رقم عشوائي ما بين رقمين، عايز اطلع رقم عشوائي ما بين ايه؟ ما بين رقمين. بفتح قوس واقول له زي ما انتم شايفين قال لي ريتيرن راندوم انتجر in range A and B including both endpoints including both endpoints، يعني الA معاك والB معاك، يعني ممكن يجيب لك الرقم ما بين الA والB ذات نفسه، يعني A تطلع والB تطلع دي. مش اللي هي دايما زي range اول واحد يطلع معاك اخر واحد يبقى اقل منه، فاهمني؟ ده هنا بيقول لي ايه؟ الاثنين بيطلعوا.
يعني لو قلت له انا عايز رقم عشوائي مثلا من 1.6 خلاص، يبقى دي كده هتطلع رقم عشوائي يا 1 يا 2 يا 3 يا 4 يا 5 يا 6 صح؟ زي حجر النرد اللي هو عارفينه اللي هو بالطاوله ده بيترميه يطلع وجه من الاول اللي هي المكعب، مكعب ليه 6 اوجه، يبقى شايل رقم 1 يا 2 يا 3 يا 4 يا 5 يا 6. تعال نسميها اسمه نرد، حجر النرد ده. تمام؟ طبعا الرقم ده هو حبيس الفانكشن دلوقتي، انا ممكن اعمل له برنت صح؟ نعم. في الحاله دي انا اقدر اجي هنا من بره اقول له انادي على كلمه ايه؟ نرد. هتلاقي رقم عشوائي، رقم اللي هو ده صح؟ لو دوست كده في 5 طبعا لي 1. طيب لو رجعت رنيت تاني طبعا لي 2، هو انت حاصل لو دوست رنيت تاني طلع لي 6. اي رقم ده صح؟ رقم عشوائي طلع لي 4. اعمل تاني طلع لي 4. حظك، كرر ما تكررش، فين انت وظروفك. طيب لو انا عايز اطلع رقمين عشوائيين بعمل لعبه مثلا معينه بتطلع رقمين عشوائيين، يبقى اقول ايه ده نرد، ايه نرد 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 كده. طلع رقمين عشوائيين مره واحده، لو بس عملت 5 اهو طلعت 3 و2، لو جيت عملت رن طلع لي 6 و6، مش عارف ليها اسم كده، مش عارف دوش ولا دبش ولا حاجه كده، مسميات تركيه تقريبا، مسميات تركيه يعني، كل حاجه من دول ليها اشوف 6 6 6 6 معناها ان حظي عندهم هم كده يعني، زي كده انت معناها ان شغال كويس. 1 و5 عندك 4 و2 الى اخره. ممكن نعمل لعبه على فكره، في لعبه يعني اللي هي اسماء اسمها ايه؟ الاسماء اللي هي التركيه دي، مش عارف هابيك ودباره ودبش ودوش حاجه كده، بس هنبقى لكم يعني انا في كاتبها عندي بحب اعملها مع الراندوم نمبر. بس قبل كده الفانكشن دي عيبها ايه؟ عيبها ان احنا عملنا برنت جوه الفانكشن. طب وايه العيب في كده؟ ايه العيب في كده؟ بص دايما وانت بتفكر في الفانكشنز والاوبجكت اورينتد، يعني من دلوقتي انت طالع دلوقتي وانت طالع، فكر انك مش بتعمل البرنامج ده للتجربه اللي احنا بنجربها والدوس اللي احنا بنطبع عليه ده، لا 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 يعني اللي هو الكوماند جرانت ده بس، لا احنا من اول هنا احنا ممكن الفانكشنز ديت والكلاسز والكلام ده كله ده ممكن ده يتنقل يخدم على برامج للويب او يخدم على برامج للموبايل ابلكيشن باشكالها بقى، سواء كان فيها اي اي ما فيهاش اي اي فيها بيج داتا ما فيهاش. كنت عايز اسال حضرتك برضو في حاجه، لما حضرتك قلت لي راندوم، لما جبت سيره الراندوم، هو ممكن تمشي في زي المشروع اللي انا كنت عاملاه يعني، اللي هو الدكتور بيدخل مجموعه طلبه بارقام عشوائيه يمتحنوا على الاكزام يعني، تمشي ساعتها في البرمجه دي صح يا دكتور؟ مش انت بس ما عرفتيش تعبري عن الكلمه، انت ما تقصديش طلبه عشوائيه، تقصدي الاسئله تطلع عشوائيه صح؟ لا يعني كل طالب بياخد كود، فالكود يتحط الدكتور يدخل حبه بعشوائي، هو اللي بيمتحنهم يعني، بينزل امتحان لكل طالب اونلاين يعني اكزام اونلاين. لا عشوائي انا مش عارف، انا بختار 5 6 طلبه صح؟ تمام حضرتك بتختار بالفانكشن دي ممكن. لا انا اختار عشوائي يعني، خلي السيستم هو اللي بيختار لي مين اللي هيخش يعني، مش عارف هي الفكره ايه. الفكره بس بعيد عن البرمجه وبعيد عن الفكره كلها، الاول لازم ترتبوا افكاركم قبل ما تبداوا تشتغلوا يعني. الراندوم واضحه قوي لما اجي اقول لك مثلا انا حاطط بنك اسئله مثلا 20 سؤال وكل طالب هيطلع له 5 اسئله، او حاطط بنك مثلا 300 سؤال والامتحان كله 20 سؤال لكل طالب، فانا عايز كل طالب يبقى قاعد، ده يطلع له 20 سؤال وده يطلع له 20 سؤال غيرهم، واللي جنبيه الناحيه الثانيه يطلع له 20 سؤال غيرهم، براندوم من الايه؟ من ال 100 سؤال اللي انا حاططهم. فهمتوني؟ لكن الطالب طالما دخل انا قلت له خش، 5 دول يخش و5 دول ما يخشوش، كل واحد هيخش بوزن بس وخلاص،
فما فيهاش عشوائيه. العشوائيه هتيجي فين؟ ان انا عندي 100 سؤال وعايز اطلع منهم 20 بس، ومش عايز اي، مش عايز اول 20 ولا اخر 20، انا عايز تبقى العمليه ايه؟ ده بيطلع له 20، ده بيطلع له 20 تاني، ده بيطلع له 20 30، وممكن يتكرروا ما يتكرروش، يترتبوا ما يترتبوش، قصه ثانيه. فده بشتغلها بالراندوم، دي صح 100%. لو في فكرتك تمام؟ شكرا. انا اقصد ايه؟ اقصد ان لما تيجي تعمل فانكشنز او اوبجكتيفات او كده، ما تقفلش الكلام على برنتات. يعني ده امر يخص الكوماند لاين. مش كويس ان انا استخدمه في جوه الاطار بتاع فانكشن او كلاس، لانه هيبقى مرتبط بس بالدوس ده. مثلا عندي امر مثلا بيطلع اليرت مثلا في اللي هو الديسك توب، ما عملوش جوه فانكشن لانه هيقفل على الفانكشن. عندي مثلا امر الطباعه في الويب، دي امر تاني ما تعملوش جوه الايه؟ جوه الفانكشن. لاخره الموبايل بيطلع مثلا ريزيوم، ما اعملش ده جوه، خلي الفانكشن ابستراكتد. يعني ايه ابستراكتد؟ يعني بتقوم بالعمليه لكن مالهاش دعوه المخرج هيطلع ازاي. تكون مالهاش دعوه المخرج هيطلع ازاي، هتطبعه، اطلعه على تكست بوكس، اطلعه على ويب، اطلعه على مش عارف، مش يعني خليها تنفصل عن ادوات الانبوتس او الاوتبوتس. انت هتدخلها من تكست بوكس، هتدخلها كده مباشره، ما تشغلهاش، خليها بس تقوم بوظيفه. هي اسمها اصلا فانكشن، يعني وظيفه، يعني تقوم بوظيفتها بس، ما تخليهاش تبقى فيها الانبوتس او الاوتبوتس. ده مش هتفهمه قوي، بس مع الوقت كده تاخد بالك منه معايا. فانا يفضل ان انا ما اعملش برينتنج. طب السؤال، طب انا عايز اطبع الرقم، ما لو عملت كده دلوقتي ودوست خمسه ايه اللي هيحصل؟ مفيش اوتبوت. ممكن دكتور يعني اعمل برنت ونادي الفانكشن داخل البرنت. يقصد زمانكم ان هو يعمل ايه يا شباب؟ يقوم قال برنت الراند، النرد ده، لان النرد ده دلوقتي هيطبعه. طب تعال نشوف، اكيد هيجيب لي نمبر. لو لسه في خمسه طلع لي نمبر، يعني ايه؟ فاضي. طلع لي فاضي. ليه طلع لي فاضي؟ لان الفانكشن دي ما بتجيبش قيمه. هتقول لي ازاي انا عملت راند للترند؟ انت اقول لك انت ما قلتلوش ان دي نتيجه الفانكشن، ما قلتلوش ان دي نتيجه الايه؟ نتيجه الفانكشن. فانا هعيد الفانكشن دي تاني، هكتبها بقى تاني، اسميها نارد 2. ماشي يا شباب؟ بس المره دي اقول له راندوم دوت انت، بس هقول له ايه قبل الكلمه دي؟ اقول له ريتيرن سبيس، وقلت له ايه؟ الراندوم دوت راند انت. نعم. لما اقول له كده ماشي، لما اقول له كده معناها اني بقول له نتيجه تشغيل النرد 2 دي هترجع لي القيمه دي. طب القيمه دي عباره عن ايه؟ عباره عن رقم عشوائي. عباره عن رقم ايه؟ عشوائي. انا لو جيت هنا قلت له بقى المره دي، تعال نقول احنا هنا المره دي برنت النرد 2، بص كنترول اس ولس 5، اللي حصل هنا طبعا، هنا بقى طبعا ليه بقى؟ ليه؟ لان حطينا ريتيرن، عملت رجعت قيمه، فبقى اصبح دلوقتي ان كلمه نرد 2 دي بتتشال ويتحط مكانها القيمه اللي بتتشال. طب قلت له برنت، عمل لها برنت، عمل لها برنت. ممكن ما اعملش كده، ممكن اقول له اكس بتساوي نرد 2، صح برضه؟ نرد تو هتشتغل، بس اعمل قوسين. نرد تو هتشتغل وهتحط قيمه جوه مين؟ جوه اكس. لو حبيت اطبع اكس مش مشكله. اهي نعم. حطيتها جوه فاريبل لان هي بتعمل ريتيرن، فينفع تعمل اساينمنت. فينفع تعمل ايه؟ اساينمنت. الاولانيه ما ينفعش، هترجع لك نل. يعني لو جيت عملت كده واي بتساوي نرد 1 وجيت قلت له برنت الواي، هيطلع لي ايه؟ نن برضه، لان نرد 1 ما بتعرفش تاساينمنت.
تعرفش ايه تاثر بوزيتيف في 5 ما عرفش اثر لكن الثانيه اشتغلت عادي انا اول واحد طبعا عاديه والثلاثه دي اللي جت من ايه جت من اللارج 2 اتحطت جوه الاكس وطبعا الاكس طلع برضه صح ممكن اعمل كده الزي بتساوي اقول له نارد نارد 2 زائد نارد 2 تنفع شغال دي هتطلع لي رقم ما ودي هتطلع لي رقم ما هيجمع الرقم الما الاول زائد رقم الما يطلع لي رقم ما هاي رقم بقى ده اللي هو جمع الرقمين مجموع ما ايش مجموع ما مجموع مهتين طيب فلو جيت عملت كده الزد هتطلع معايا كام 6 هي نتيجه ايه الستة دي انا ما اعرفش ايه الدليل او ايه اللي يثبت لي ده ان ممكن تطلع حاجه اكبر من 6 كده لان هو عمل ايه لانه جمع معاك بس اكتر رقم ممكن يطلع اللي هو كام 12 لان النارد 2 ما تقدرش تطلع اكتر من ايه من 6 من 6 من لا من رقم 6 من رقم 6 وبناء عليه وبناء عليه اخرك يطلع 6 و6 يبقى حظك حلو يطلع 12 مش اكتر من كده فهمنا ريتيرن ولا محتاجه لا واضح فوضي. يبقى الجملة اللي جملة الفانكشن لو في عندي فانكشن اي فانكشن مثلا انا معيش ايه يعني لو عندي مثلا فانكشن كده اهو الفانكشن دي عبارة اصلا في الاساس عن مجموعة من الاسطر يعني ورا امر ورا امر بالشكل ده تمام ودي ايه سميناها فانكشن فن ون مثلا تمام دي من غير ريتيرن دي من غير ايه من غير ريتيرن دي لما نيجي نعمل لها كول هنعمل كده فن ون ونعمل لها كول صح لو في امر هنا تحتيها وفي امر هنا فوقيها تمام اللي بيحصل اول ما انت بتعمل فن ون دي اللي بيحصل دي هتروح هتبقى على مين على فانكشن ون صح تبدأ ايه تنفذ الاوامر اللي موجوده هنا وبعدين تنزل تنفذ الاوامر كده 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 اهو مش اي مشكله خالص ما عندهاش مشكله تنفذ الاوامر لغايه اخر سطر تمام وبعد ما تنفذ الاوامر لاخر سطر تعمل ايه ترجع ايه ترجع هنا تاني ده اللي بيحصل وبعدين تبدا ايه تنفذ اللي بعده ثم اللي بعده ثم اللي بعده يعني بالظبط هيبقى ده كده بالنسبه لنا واحد تمام ودي هتطلع انطلاقه اثنين هي الكول بعد كده يبدا ينفذ بقى هنا اي عدد بقى هنا مش غير معلوم من الاوامر اللي انت مخزنها لغايه لما يجي ايه يرجع دي تبقى اربعه ويبدا هنا ايه يتنفذ هنا تبقى ايه خمسه بعد كده يرجع هنا عند النقطه دي يخليها ايه يخليها سته ويكمل خلاص دي من غير ريتيرن دي من غير ايه من غير ريتيرن طب لو جمله ريتيرن الوضع هيبقى شبيه لنفس الفكره دي عادي هي هتبقى شبيهه قوي نفس الفكره بس فيها فرق او فارق وحيد مش كبير يعني كنت رسمتها لكم قبل الليكتشر بس يلا اللي حصل دلوقتي ان انا عايز اعمل ايه؟ اقول له هنا بقى لو قلنا ان دي كان فيها ريتيرن مثلا ريتيرن اي حاجه 1 2 3 4 تعالى مثلا ريتيرن اكس خلاص ريتيرن اكس لو ده اخر امر عندي ريتيرن اكس يبقى في الحاله دي المفروض يحصل ريتيرن الاكس يعني هنا هتجيلك شايله الاكس اللي انت بتنادي عليه ده هيبقى جاي شايل مين؟ شايل الاكس ايا كانت ايه هي؟ رجع بالاكس هنا رجع بالاكس انت ما كانش بيرجع بالاكس ما كانش بيرجع بحاجه نفذ ويرجع ويكمل عادي لكن هنا الوضع مختلف يعني هنا يعتبر العمليه رقم اربعه هنا دي عمليه رقم اربعه دي ليس لها قيمه
صح ولا لا؟ دي نقدر نكتب عليها ايه؟ نو فاليو، مفيش قيمه. يعني هنا مفيش حاجه بترجع اصلا، يعني عشان من 4 ل 5 مفيش حاجه بتحصل. من 4 ل 5 مفيش حاجه ايه؟ بتحصل. لكن هنا من 4 ل 5 هنا مهمه ليه؟ لان هنا في قيمه بترجع للي بينادي. تشتغل. تاخدها تستخدمها ومستخدمها تخصصك انت. فهمتوني؟ حد يرد عليا فيه؟ واضح دكتور. طيب. لو جينا اخذنا اكزامبل تاني. دي كانت الريتيرن. دي كانت الريتيرن. تعال ناخد بقى اكزامبل يكون كده نكونه من الفكره اللي عملناها. بس ثواني معايا معلش. يعني ثواني بص دي وارجع لكم تاني. السلام ورحمه الله وبركاته. انا بس كنت وقت كده جبت لكم التمرين وجيت يعني مش اكتر من كده يعني دورت عليه وجبت. ده مثال بيقول لي انا بيقول لي في لعبه اسمها لعبه التطور. لعبه شعبيه عايزين نعمل بقى تطبيق بسيط بالبايثون نفكر فيه ان هو يبقى زي رمي زهرتين الطاوله دول او زهرتين النرد ماشي؟ وبعدين نعرض الرقم الناتج لكل زهر يعني بنعرض رقمين والرقم طبعا ده هيبقى رقم عشوائي ما بين الواحد والست ماشي؟ على ان تكون هذه فانكشن منفصله يعني هنعمل دي في قصه في فانكشن لوحدها ماشي؟ حلو. وبعدين هنعرض رساله في حاله تطابق رقمين. رقمين الظهر يعني لو طلعوا واحدين او اتنينتين او تلاتين او اربعتين او خمستين او ستتين. من خلال الجدول ده. يعني لو واحدين بيسموها هابيك، لو اتنين بيسموهم دبارك، لو تلاته وتلاته هيبقى دوسه، لو اربعه اربعه درجي، خمسه وخمسه دوش، سته وسته دوش. ماشي؟ وفي الاخر اكتب بقى الكود اللي يشغل اللعبه دي، انت عملت فانكشن، تو فانكشنز اهم، فانكشن بتعمل لك الراندوم وفانكشن ثانيه بتعمل لك الايه؟ بتجيب لك حكايه الاسماء اللي هي مش عارف والله هي تركيه لا مش تركيه دي اسماء فارسيه بتاعتي، اسماء الفارسيه دي تمام؟ وبعد كده نكتب الكود اللي هيشغل الايه؟ الفانكشنز. طب تعالى احنا نفكر فيها مع بعض. اولا فانكشن الراندوم احنا كنا اشتغلناها فما فيش عندنا مشكله فيها ان انا اقوم اعمل امبورت راند ودي سميتها نرد ومن 1 ل 6 بس انا هعمل لها ايه؟ اعمل لها ريتيرن صح كده؟ نعم وماشي كمان اعمل فانكشن ثانيه تمام اللي هي ايه؟ اللي هي لو الرقمين رو الزهرين مع بعض اطلع كلمه من دول. فانا عايز اقول اف ان هي واحد اعمل لي كذا، إلس اف ان هي اثنين صح ولا لا؟ المفهوم ده معناها ان الفانكشن اللي جايه دي فيها معلومه جديده هناخدها. ايه هي؟ ان انا عشان الفانكشن تعرف تطبع لي الكلمه من دول لازم ها؟ ابعت لها الرقم، يعني ابعت لها واحد عشان هي تفهم ان هي هتقول لك هبي. او ابعت لها اثنين عشان تفهم تقول لك دوبار او ابعت لها ثلاثه عشان تعرف تقول لك دوسه صح ولا لا؟ يعني لما ابعت لها الرقم عشان دي معنى كلمه نعمل سويتش نعم نعمل سويتش بالفانكشن ماشي قول تاني معلش نعمل سويتش مع الفانكشن ما دام انا دبعت لها قيمه مثلا واحد يعني ست ارقام اف ما عندناش سويتش ما في هنا سويتش في البايثون؟ ما عندناش تمام فاقول له تولى مسج نعم لا ما في مشكله بنعمل هي نفس الفكره هي نفس الفكره صح تولى مسج دي هبعت لها ايه؟ هبعت لها الاول ايه النمبر بس كده هنا اول مره نعمل دي اللي اسمها ارج او الارجمنت او البارا الباراميتر او الانبوت معناها ان عشان تنادي على طاوله مسج لازم تبعت لها الرقم تمام
او طاوله ماتش نسميها كده طاوله او نرد ماتش او اي حاجه مش عارف ايه اسمه بالظبط نرد ماتش يعني النرد بتاعك بقى الماتش انا مش بحب الكابيتال خليها نرد ماتش تمام لما النرد بيماتش ماتش بكام تطابق الرقمين تطابقوا ماتش بكام بعتنا ليه القيمه لان هو فكده معناها ان لازم يبقى في انبوت ليها اسمه انه لما يبعت لها تشتغل ما يبعت لهاش ما تشتغلش تمام كده طيب هعمل ايه سيادتك عايز اعمل بس الافاده دي بسيطه دي بسيطه دي مش صعبه انا بس عامل كده عشان مش اسماء صعبه شويه بقول له اف ان او لو كانت بتساوي واحد صح ها اقول له ايه ريتيرن رجع لي كلمه string epic ابي تمام كده على طول هوضح حاجه برضو الريتيرن بتعمل زي البريك فاكرين البريك نعم الريتيرن هنا بتعمل بريك بس البريك من الفانكشن بس مش بريك بس بريك وبتريترن قيمه وبترجع قيمه تمام يعني هو لو قال ان هو بتساوي واحد وخبط في كلمه ريتيرن لو في ايكو تحت كان مش هيقراها خلاص مش هيقراها خلاص خبط في ريتيرن الموضوع انتهى تمام؟ خد بالك من المعلومات. بقول له هنا ايه؟ الف ان هو بتساوي 2 تمام؟ اقول له ريتيرن ايه؟ اللي بعدينا دور ونفس الكلام صح؟ نعم لو بثلاثه اكتب الكلمه الثالثه لو بثلاثه هيبقى دروس لو أربعة أكتب الكلمة اللي بعديها هي دوربي لو خمسة أقول له إيه دبش ولو ستة أقول له دش وإلس ريتيرن بس تمام كده في خطأ في الرقم انت بعته الرقم بتاعك مش صح لان هو المفروض ما يطلعش حاجه غير دول صح ولا لا بس لان الفانكشن بتاعتي منفصله فانا مش عارف هي بعت لها ايه اي نارد ماتش هتبعت لها رقم وخلاص ما اعرفش بتطلعها من الراندوم ولا لا صح ولا ايه دي الفانكشن الاولى سميناها نارد والفانكشن الثانيه سميناها نارد ماتش تعال نكتب بقى كود بتاع البرنامج بدون دول خلاص انسى دول خالص والميزه على فكره ان دول ممكن ناخدهم في الموبايل كده يشتغلوا على فكره ولو اخدناهم في الويب هيشتغلوا كده عادي تو فانكشنز منفصلين الفانكشن مفهوم منفصل فانت بقى عايز تشتغله ازاي بقى قصتك مش قضيتك يعني قصه ثانيه احنا دلوقتي بنتكلم بس ان احنا لسه عشان لسه مبتدئين فشغالين كده على الكوماند دوت عن البرنت لاينز ديت فمش مشكله لكن بعد كده هيبقى معاك بقى المبادئ دي هتريحك فانا هعمل ايه؟ اول حاجه هو معايا مثلا هعمل اكس بتساوي واقول له نرد صح ولا ايه؟ او اسميه ان او 1 ان هو ايه؟ واحد واقول له نرد كده هيجيب لي رقم ايه؟ عشوائي صح؟ الرقم الثاني العشوائي لان بيطلع رقمين اقول له نرد ثاني يعني انا بستخدم فكره الايه؟ الفانكشن مرتين نفس الفانكشن انا محتاج اما اجي برمي بيرموا هما بيرموا ظهرين او نردين فكل واحد بيطلع رقم عشوائي مختلف وبناء عليه طلعت رقمين نريت عليها مرتين مش هكتب الكود بقى تاني لا انا نريت عليها مرتين وخلصنا صح ولا ايه؟ اللي هي حكايه الاجين اجين ايوه ليه اجين بالظبط كده هطبع الرقمين يعني اقول له برنت واقول له الفيرست نمبر وهم ايه؟ طبيعي الرقم الاول وادي السكند ايه؟ سكند نمبر طبعت له الرقم الايه؟ الرقم الثاني صح؟
لو بقى فيهم تشابه يعني اقول اف ان او ان او 1 طلعت بتساوي ان او 2 هنا دي بقى الحاله اللي انا هشتغل فيها الحاله دي بس اللي هنادي فيها على مين على النرد ماتش صح مظبوط تقول لو بيساوي لو بيساوي بعض بس في الحاله دي انا دي هنادي على النرد بس لازم اطبعها يعني انا اعمل برنت اقول له برنت النرد ايه اندرسكور ماتش ما اجي افتح القوس كده وقفلته ونسيت طبعا ده غلط لان النرد ماتش عايزه ايه عايزه تبعت لها الرقم عشان تعرف تشتغل عايزه تبعت لها الرقم عشان تعرف ايه تشتغل فلو انت جيت كده قلت ايه في 5 ايرور على طول محتاج الايتيمز لا هنا في حاجه ثانيه حطيت كده اسف هنا دي سينتكس ايرور ده الخطا ده ان انا حطيت كولون بقى هي اتحط كولون في الاخر حطيت كولون في الاخر ماشي انت عملت قال لي ايه طبع لي رقم ماشي هنا ايه 2 3 ثاني 4 1 ثاني 5 1 ثاني 6 4 ثاني 4 6 ايرور هو ده اللي بدور عليه ايرور ليه ايرور قال لي المره دي الظاهر ان كانوا متشابهين الحاله حصلت ان الرقمين شبه بعض 3 وايه و3 3 فالاف اشتغلت لما الاف اشتغلت قال لك انت جيت هنا بتنادي قال لي تايب ايرور النرد ماتش ميسنج وان ريكوايرد بوزيشنال ارجمنت في ارجمنت اسمه ان او اجباري ولازم تبعته ما بعتوش وبناء عليه الفانكشن مش عارف تشتغل وبناء عليه الفانكشن مش عارف ايه فطبعا لازم ابعت له هنا القيمه اللي انا عايزه يطبع لي بناء عليه ابعت له ان هو انا ولا ان هو تو اي واحد ما فيش اي واحد هما الاثنين بيساوي بعض انا متاكد الاثنين بيساوي ما ده طلع بيساوي ده ابعت اي واحد دينا خلاص صح وصل في 5 قال لي 6 و3 ما طبعش حاجه ثانيه ارن ثاني قال لي 6 و6 دوش على طول حظ انا حلو بيجي دايما ستتين يعني نزل ب 5 قال لي 5 و1 3 و5 5 و3 2 و1 بقى لما اجيب حاجه ثانيه بقى خلاص 5 6 عايز اجيب اي تشابه الرندا بقى انت بقى وظروفك بقى يعني ممكن يتشل كده مش هيجيب تاني احنا اسفين اي حاجه سبحان الله يعني اتاكد ان ليه هو مش عايزه تيجي سبحان الله مش عايزه يعني المفروض تتشابه دي تيجي يعني تحصل كتير واحد واحد عندي واحد انا بس كنت عايز اتاكد ان الليف شغال يعني مش واحد واحد هبيك بالشكل ده قدرنا الراندوم ونطلع الايه الفكره بسيطه تمام احنا وقتنا خلص النهارده اخذنا الفانكشن دخلنا فيها عملنا مثال بدأنا نفهم اساسيات فيها لسه ما خلصناش ولسه ليها انواع هنتكلم عليها ان شاء الله تمام انا عارف ان المحاضره اللي فاتت ما كانتش ابعت لكم الفيديو المسجل الفيديو لايف فان شاء الله على طول الوقت مباشره احاول ارفع لكم ده باذن الله المحاضره اللي فاتت والمحاضره بتاعت النهارده باذن الله كده ميعادنا اللي جاي ان شاء الله يوم الجمعه صح ايه الجمعه صح؟ الجمعه نعم صحيح. الجمعه الساعه 9 كويس لو برضه دوسنا الاسبوع الجاي احتمال بجد نكون يعني شرفنا على المكان باذن الله لو دوسنا زي الاسبوع ده هنلاقي نفسنا قربنا نخلص الليفل ده باذن الله عشان نشوف ان شاء الله هنعمل ايه باذن الله. تمام؟ في اي سؤال او اي حاجه قبل ما نمشي؟ الجمعه نفس الميعاد اللي هو النهارده زي النهارده 8 ونص 8 ونص بس فكروني قبلها عشان انا راكبه معايا 9 فمش قادر